السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. في شيخ امرأة أوصت أن تدفن في فقعة معينة وما تمت الوصية، ويسأل ولدها يقول أنها يعني تعرض لي في المنام كثير وتعرض لوالده، والآن لهم سنة يعني دفنوها، فيسأل هل يعتبر هذا عصيان؟ ثم هل يجوز يعني نبش القبر وارجاع للمكان الذي أوصت فيه؟ لا يلزم تنفيذ الوصية إذا أوصى الميت أن لا يدفن إلا في مكان معين، بل يدفن مع المسلمين والأرض كلها سواء. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا مات منهم الميت في أي مكان دفنوه، فهذه الوصية لا يلزم تنفيذها. وكونها تعرض له في المنام لأنه كان يفكر فيها، كان يفكر، ومعلوم أن الإنسان إذا فكر في الشيء قد يراه في المنام. ولهذا عند الناس يقولون حلومها النجد حديث قلوبها. نعم، ما يدخل تحت يعني هذا الوصية أبد، هذه لا يجب تنفيذها لأن ما في مقصود شرعي.